هذه الصورة من وقت ايش؟ الأمين العام تاع الولاية ذاك الوقت مهرجان. هذا عبد الرشيد مرنيز ولا راني غالط؟ هو خاطي خاطي. اها عبد الرشيد مرنيز هو داير النواظر. هو خاطي اه. متأكد؟ اه خاطي خاطي. هذا اللي كان خدام في البلدية باش يقولوا له مات ربي يرحمه خاكيف عنده عامين ولا شو اسمه اللي كان شاد الصناعة التقليدية. خاطي هذوم إداريين ماهمش. إيه بصح هذاك أنا متأكد باللي عبد الرشيد مرنيز. خاطي. هذوك نتلاقاو به. كنت ثاني خاطي. هذا نفس الحدث؟ ما تقدرش دوكا شوف لانها اوضح. هذا هو نظن شو اسمه؟ فاروق شو يقولوا له؟ موش فخاري هذاك؟ فخاري هي هذاك السي فخاري هاو لهنا ثاني هو. هذا نتاع النهضة نتاع البلدية نتاع النهضة وش نزيدوا نروحوا لهنا؟ نتاع النهضة. ها هاو السي فخاري لابس الابيض لهنا وهذا شكون هذا هذا؟ هذاك اللي كان خدم في البلدية وش اسمه هو مات مرض المخلوق يبان هو اللي راه يشرح شو اسمه ما نقدرش نجيبه معروف تاع صناعة كان شاد في البلدية كان شاد تاع العمال وكان شاد الاخر اللي خدم في البلدية وقبلها كان شاد تاع هذا 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 سلماني ولا هذا سلماني سلماني ايه هذا سلماني هذا الوالي الاخر هذا سميه لي يا ربي نسيت اسمه الوالي شو اسمه بنيف اه بنيف عنده وسوي وش يقول وهذا السيد شكون؟ قلت له هو اللي دار القنطره نتاع الوادي نتاع الوادي اه خاطي اه خاطي 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 هذا هو باين سي احمد ربي يرحمه وهذا محمدي هذا فؤاد نظن فؤاد ولا خاطي حمدي فؤاد هذا ابو عكاس ابو عكاس مدير شباب الرياضه اللي كان ذاك هذا مش ابو عكاس تاع الديراج هذا الوالي هذا سلماني ربي يرحمه ربي يرحمه نعم سلماني صورة أخرى ما شاء الله اسمح لي شوفوا هذا فاروق اخي اسمه فاروق ندري ولا فخاري اه فخاري ايه فخاري صح اسمه سيد وهذا وشكون اللي صورهم ذاك الوقت فريد هذا الصور هذا فريد اخضر حمينة ذاك الوقت كان هنا مدير ولا ايه وهذاك مش عويناه هذا عوينه روح حتى تاع الرياضه هذا يكون جمال بوخلط هذا عوينه ولا خاطي شبه عوينه ولا جمال بوخلط تاع فوت خاطي كاراتي هذا هذا هو جمع مجناح اسمح لي هذا مش بن يشبه البن حليمه هذا احمد محواس ايه هذا احمد محواس الله يبارك استنى الضوء باش محمد محواس وهنا هو الجمعي هذا هو الجمعي هنا هذا الاخر حامينا فريد وهذا هذه يسمى في نهار واحد اخر هنا سي زرواق يا ربي يرحمه الكل دو مسمول يشبه البراهيمي ولا؟ إبراهيمي خويا قلت لك يشبه البراهيمي إبراهيم مصطفى ولا وش يقولوا وزيد هنا وين هم اللي عرفتهم؟ هذا هو وش يقولوا الله يشبه له يشبه الأخضر حمينة هذا هو هو هنا يسمى في عام واحد آخر هو هنا كليشيان ولا كلية ها ولا ها ولا هنا هذا أنا معك متحدث وراك أنت هذا أنت ها؟ إيه لا بي كنت بوغوس مش بوغوس كنت شيف سيرفيس تاع التنشيط ولا إيه بابا وش اسمك؟ ذبيح إيه سي ذبيح سي ذبيح أنتم جويه تاع العين خضراء ولا وش أنت؟ مقرى 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 الله يبارك يجيها وحدها هذه البرة الله يبارك إيه؟ وهذه شكون؟ والله هذا كنتو دايرين معرض ولا؟ معرض ايه ما شاء الله هذا تجورته
انت كنت مسؤول عن المعرض ولا كنت تدور بهم؟ كنت سيرفيس رئيس مصلحة التنشيط ولا اخر. ما شاء الله. وهذا شكون؟ هذا ثاني معروف. اعطيهم الفريد هذو يعطيهم الكوكل. وري التصاور برك يجبدهم الكوكل. وبيه انت كبرت انت كبر ولا؟ اروح دوكا هذاك اللي قلت لي موش مرنيز، اروح شوفوا دوكا هو ولا خاطر؟ هذا مرنيز. هذاك هو اللي قبايله. هاون. هذاك مرنيز ولا خاطي؟ قول عبد الحفيظ. مرنيز. كيف هاو مرنيز سيدي بين هو. زيد. هذي واش راهم يديروا؟ هذا يقص في التيك تاع الحال الخيط. واش من عام هذي بالضبط؟ ها اسمع. نشوف شنو كاين من هنا. حاجة تدل على السنة. تكون 94 95. ها وراها واش يقولوا له؟ هذا واش يقولوا له؟ مجناح. ايه. سي مجناح. ها هنا ثاني. ها هو سي مجناح ثاني. الله يبارك. واش كان خدام ذاك الوقت مجناح هنا؟ كان مفتش. ديجا ثم راه كان مفتش. وهذه وين هذا القاع؟ هذا لا هذا قدام كيما المونيبري، هذا سباق وطني تاع الدراجات. كان واحد فاتوا منا على مسيلة، الساعة كان واحد السباق داير كيما عندها عامين ولا ثانية فاتوا منا. هذه كان وقت. وهذه شني؟ هذه مش مارسي الحي الإداري تاع مارسي كوبال هذه ولا خاطر؟ أروح شوف هذه وشني؟ مش كتيبة ولا هذه بلاصة وينها؟ هذه هي السليمة وراها تاع ذاك الأقواس. هذا المركب النورمالمون السياحي ولا آخر واسموه رجع سونتر كوميرسيال. هذه منظومة قبل ما يبنيونه. هذا من الوتيل راهم يجدوا فيه من الوتيل والله خرج حتى المارشي كوبال. هذا مركب ثقافي سياحي راح الطابع نتاعو حتى اللي جا دار النصب واش يقولوا الفنان هذا داخل في الاطار هذا ودير اروح عاوننا الوتيل كيخدموا احنا باه ما يجيناش الضو برك نروح نشد صحيت هنا ماهوش باينين اشخاص معروفين هذا وينه كاش مرا تليفون في كاش حاجه يقدم في درس وين هذا هو؟ هذا يكون 16 تاع سي تاع اوديو فيزيال تاع سينما وين هو وين اللي راه وين هذا هو بن خالد ولا واش يقولوا له خاطي خاطي هذاك سماو لي واحد يقولوا له بن خالد خالد الاحسن ها كان خدام هنايا من بعد راح ل هنا نحوس باش تصور ما يعكسليش الضوء هذا وهنا معرض اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. سيد لهنا هذه بلاصة واحدة أخرى. هذا ستاج ثاني تاع السينما. هذا راكم في القاعة تاع المسرح هذيك. ستاج. وهذا نفس الدراجين. وهذا أحمد زرواق راه يبدل له في التريك ولا. أعطي له في الميدالية. هذه هنا. هذه الوقت اللي جابوا الإنترنت وداروا الآخر كل شيء. كانت الناس منشغفه كان هنا الصاله هذه هنا يسمى كنت تعمر هكذا اي سبحان الله كان نشاط كبير يسمى نشاط كبير وهذا الصوره وشني الصور هذو هذوك صور تاع عفيش ولا تاع سينما تاع فريد هذا احنا كنا نلقاو عندنا هذا راه كنز انت راك تضحك علينا برك ما نضحكش انا وهذه هنا مجموعة صوتية كان عندكم مجموعة صوتية ثانية نشاطات هاي وهذا اللي هنا هذا المعرض قبل المعرض ما يزوروه ولا بعد ما زوروه المعرض هذا قبل يكون طبعا ايه هنايا هاو هذا المعرض كان يتكتب باليد على بالك ايه بيديكم حتى وكي جات لانفورماتيك كانت ما جاتش ما كانش الكبير ما تقدرش تكبر ايه وهذا السي الجمعي هذا الوليد فكرته الحامدي. ايه صح الحامدي صح. هذا السي الحامدي صح. وهنا
هذاك سي فريد هو اللي راه يسلم في الجائزة. هذاك مع عبد الرزاق والله الشهادة عبد الرزاق بعدي تاع تاع الفوتو والسينما والله. وهنا هاي لا كورس اللي قبل هضرنا عليها الانطلاق. وهنا وين هم هذوك؟ هذا السي الحمدي خنا استعرفنا به. والاخر اللي معاه واش يكون كاش من مدير ولا؟ ايه هكذاك. مدير تنفيذي ولا هنا هو عندنا السي مجناح. وهذا شكون اروح هذا مش خليل ولا؟ هنا. هنا هذا شكون؟ ميت هزاش هكذاك. راحت شوف لعينك تعرف وين اللي كان يصور لهنا بعدي قلت لك ايه لعينك تعرفهم مليح فريد شوف فريد يعرفهم بالواحد فريد وذاكرتهم مازالت وهذه شوف هذيك شمن عام يوم 9 مارس كاتبين وينهم هذو ندوة حمولية انفوكوم جمعية انفوكوم تاع من هذه الجمعية هذا اللي لابس كوستيم ماهوش مجناح ايه ها؟ ايه سي مجناح صح وهنا هم باينين اشخاص هذاك اللي بونوظر واش قلت لنا خدمتو هذه عندكم لهنا قاعة المسرح هذه ثاني قاعة ايه المسرح كل هنا ما شاء الله وهذو هنا شكون؟ معرض تانيك تاع مناسبة تكون وطنية. الله يبارك. هذا يسمى كان نشاط التصوير قوي لهنا. كان تصوير كان وهذا شكون هذا؟ ما عرفتوش حتى هذا. هذا يكون خارج ولاية تاعنا يكون مشارك ربما كاش التظاهرة تاعنا. وهذا هنا؟ هذا مش ملوكية هذا هلا ايه ملوكية ايه زيد ها انا قريب نخلص او العنصر النسبي ثاني كان كاين كان كاين اروح تشوف هذه المقابلة اش كنت تركب معاهم وين هذا وين يكون في سطاكس ما عندنا غير سطاد لا لا الباطيمات هذوك تاعش يكون ربما دوسونسيس ولا يا الله يبارك شوف لهنا شوف احسن التصويره هذه نرى من العين راحت ايه هذه واش احتفالات تاع هنا عندكم ولا وين؟ تكون برا وهنا هاي نفس ال يكونوش هذو اللي راهم نفس هذا كي نقولوا وقت ملوكي وقتاش كان؟ وانا ملوكي ملوكي هذا كي كان مير والله ما كنتش انا كي كان مير سي ها؟ كان خالد بن الصديق في وقت الحامدي والله الحامدي بن الصديق واش الحامدي اللي بصح بن الصديق ما كملش ندري والله شوف لهنا كنت ما تعرف تا رياضيين من توانا كانش هذا المونوبري ها وكيف ذا كان هنا هاي يعني انت ما كنتش تحضر لهنا هذا وين هي بسيرفيس ما واش في الوقت هذاك ما كناش مبروشين من جناح يكون يعرفهم او يعرفهم جاي ممكن يعرفهم جمعيه الجمعيه الجماعه كامل اللي كانوا ناشطين هنا يقدر كنا نهضروا عليهم هذا وما تعرفوا فيهم حتى واحد هذا اللي داير نواظر هذا رياضيين هذا هو باينين قدام يعني حق صدق الله وهذا روح عن هذه هي سي 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 فريد هذا سي فريد
مع الحامدي هذه هي توجور لافير تاع اللبس فيهم في التكتوات. أنا هذه السويرة مهمة. وين هم هذو؟ هذو مش هذو بومرداس. إيه. مشاركين في تاع سيريما. هذا من المقدس ثابت الاخر شويه شويه الاخر يشبه صاحب الضي يشبه له مش هو البطه اللي ممكن بطه ثاني كان ناشط لهنا كان هو هذا نشاط الله وقيله من التسعينات نشاطيه ملي خرج من لاديوش هذا هنا كان هو في السياحه والثقافه والسياحه سما كانت مقسمة للنوادي ولا هذا يسمى من وقت الأخضر حمينة هكذا ولم يحين ما عندكش واحد آخر بالنصيب بالنصيب كان مدير الشباب والرياضة بالنصيب وكاين بن عثمان وعكاز كاين تعميلة وش اسمه عثمان نسيتو انا فكرتني ايه بن نصيب وبن عثمان ما شاء الله مدراء عقبوا القطاع يعطيهم الصحة وركاز نساو شنو انسان رايح مدير شركة هاي بعض الامور اللي كانت تخرج في الصحافة على على الايام اللي كنا نديروها هاي تستنسيلة عاصمة اقدم ما نحوس على التواريخ لان فيهم تاريخ هذه 99 هذه ايام اعلاميه حول السينما والفيديو في مركز تنشيط وعلم شباب المسيره السينما والصوره في خدمه الشباب هذا الشعار تاع هذاك الوقت زيد كاين شعار واحد اخر هذا انطلاق فعاليه الايام الاعلاميه للسينما والفيديو هذه عنوان مهم هذا زيد هذه شهاده شرفيه وش يقولوا لها جمعية وشني؟ ثقافية مش عارف شني السنبولة ولا شني؟ الضلعة ولا ضلعة ضلعة ثقافية ضلعة يعني تحمم ضلعة ولا ضلعة هاي حمام ضلعة هاي حمام ضلعة ثم هذه سنة 2000 9 جوان 2000 المشرف العام ذاك الوقت قطوش محمد مربي مختص لشبيبة تشجيع الطاقات الشبابية وجوداتي لتشجيع الطاقات الشبابية روح زيد ورينا بعض الله هذه ليترنال بروبليم دو فينونسمون هذه السياج كي كانت تسمى السياج سياج واش معناها السياج؟ مركز اعلام وتنشيط الشباب بالفرنسوية بالفرنسوية سياج هي سونتر دانفورماسيون اي دانيماسيون دو لا جونيس دو لا جونيس وهذه مكتوب لو ديمونش 22 اكتوبر 2000 بالضبط Les structures du centre disposent d'une bibliothèque de 1000 titres. هذين يحوس عليهم. 1000 تيتر معناها ماهوش ماهوش 1000 كوبي. يقدروا يكونوا. ألف عنوان. إيه. تيتر est d'une bibliothèque de 50 travaux. Entre autres, les documentaires, les films, d'autres. Les films d'auteur, les pièces théâtrales, etc. Et d'un labo photo conçu spécialement. pour les reportages photo هذا اسمح لي هذا الارتيكل يهمنا بس انا نصوره هكذا من بعد نقراه باقلي ها هذا خاطرك يحكي على واش كان كاين هنا واش كان كاين قبل سابقا لا ايام اعلاميه تركز على نوعيه الشباب هذا توعيه توعيه توعيه
تاع هذه تاع المخدرات. هذا خاص بكم هذا زيد هنا هنا افتتاح شبكة الانترنت بمركز هذه مهمة هكذا أشرف هذه هو عندنا الصورة تاعها أمس والولاية تمثيلها بحضور السلطات المحلية للولاية على افتتاح شبكة الانترنت بمركز إعلام وتنشيط الشباب هما يقولوا بلي أول ما بدأت الانترنت بدأت هنا في المركز هذا ستكون إعلام تنشيط الشباب بحيث ستكون هذه الشبكة فضاء واسعا للشباب بقصد الاطلاع على مختلف المعلومات التي تبث في العالم الخارجي في حين عمدت إدارة المركز إلى استعمال قنوات الاتصال للشباب والطلاب الجامعيين والباحثين من أجل كسب أكبر قدر ممكن من معلوماتية الحديثة في شتى المجالات وشني بلا مقابل ولا ها ولا وشني تم و اسمح لي وراها خليني هنا الجمعيين بالقابل هكذا بالقابل تم تخصيص بالمقابل تم تخصيص خمس اجهزه اعلام الي خمس اجهزه اعلام الي شمس سنوات هذا كنا نلعب 99 تاع تصرف الشباب المخالطين في شبكه الانترنت الى حصول من اداره المركز اسعار رمزيه تتناسب الموجودة عند الخواص سمى الخواص كان عندهم كان مدير المركز سيد مريد المدير هذه الشبكة جاء بعد إلحاح الشباب المتزايد على طلب أسمع قبل هذه والخواص وشني هنا مدير المركز سيد فريد الأخضر حمينة فإن وحسب يعني ونسى وحسب مدير المركز السيد فريد الأخضر حمينة فإن خلق هذه الشبكة جاء بعد إلحاح الشباب المتزايد على طلب خدماتها على غرار بعض مراكز الإعلام كذا وكذا وكذا واللي كاتب هو موسى غنايني هذا يعني نفس الموضوع اسمه تقريبا هذا وشكون اللي كاتب الموضوع هذا محمد حنايكم هذا انا عرفنا السبت 4 ديسمبر 1990 جريده البلاد هذه في 99 محمد دحماني ولا وش اسمه ميم دحماني هو هذا وهنا نفسه لانشاء شبكه الانترنت هذه قبل ما لا هذه شحال اسمها هذه 99 ماي وهذيك اسم هذا كان قبل صالون ولاية الإعلام الآلي والإنترنت افتتاح صالون هذا الكتاب موسى غنايمي وذاك حريزي سامي لوحات من الحضنة في معرض للفنان نعيمة طيهار الله يبارك شكون اللي كاتب الموضوع موسى غنيم هذا كان ناشط معكم ولا ايه كان ناشط الله يبارك ما تقصد انضم فيه ربي يرحمه ويسع عليه ولد الماليه وراء مركز اعلام وتنشيط نقص الانشطه ما جاز هذا هو يعني شوف تفعيل وسط اللغه الانشطه الجواريه هنا هذا وين هم هذو هنا أخيرا محمد دحماني تنهر الحضنة من كافة التغييب شوف ترى وش معناها وش يقصد اقرأ لنا شوف هذاك يحتضن مركز إعلام وتنشيط الشباب لمسيلة بنهاية شهر مارس الأسبوع الأدبي والفني للمواهب والطاقات الأدبية بمشاركة جمعية الإنارة للفنون السمعية البصرية حيث سيتم تنظيم معرض فني لمبدعين الشباب في الرسم خاصة الكاريكاتور وتنظيم أمسيات أدبية في فنون الشعر والقصة والمخاطرة والخاطرة مع تقديم عروض سينمائية وفنون تشكيلية وهذا قصد التعريف بالمواهب والطاقات الشبانية بالولاية في مختلف المجالات الفنية والأدبية وتنشيط الحركة الثقافية والفنية حسب السيد باجي عبد الرزاق فإن المنطقة تسخر بالعديد من المواهب والطاقات المتنوعة ولذلك بد من تشجيع والمناسبات تنظم الجمعية الولاية لإعلام الاتصال في وسط الشباني أيام
إعلامية حول الإعلام الآلي والإنترنت، وهذا قصد تعميم استعمال الإعلام الآلي والإنترنت في الوسط الشباني. شرف إن مركز إعلام وتنشيط الشباب بالولاية يتوفر على خط إنترنت لخدمة الشباب والأساتذة والطلبة. أو سؤال التقارير القديمة هذه بحال دار الشباب فرحة وش يقصد بها فرحة لم تتم؟ لا لا هذا خاطئ، هذا موضوع خاطئ. إيه وش ماهوش يحكي له، هذه تاع الميل. إيه تاع وش يقولوا له؟ تاع ميل تاع مجموعي. إيه يا حزمة. هذاك يا حزمة مجموعي راه من فاميلتي. يا حزمة مجموعي. إيه المجاهد هذاك وعنده بيو شهيد. إيه من ولاد معتوك. وهذا بن حليمة البشير. معتوك تاع الهوايز ولا؟ ها موش المعتيك. ولاد معتوق وين؟ ولاد معتوق منا ولاد ماضي. ايه ولاد ماضي. سعيدة والرمل. كلمة عن ماضي هذا المكان. يعني احنا نرجعوا في الزمان. في الزمان للماضي في نفس المكان اللي حدث فيه هذا الأنشطة اللي رانا نتكلموا عليها، شفنا بعضها في الصور وفي القصصات تاع الجرائد. هي هذه أنشطة يعني في الحقيقة هي كانت قبل مؤسسة هذه كبار كانت عبارة عن دار الشباب نور الشيخ، واللي تحولت فيما بعد إلى مركز إعلام وتنشيط شباب. أنشطة اللي كنت ربما تلاحظ فيها من خلال الصور هي أنشطة أغلبها للنشاطات اللي كان يقوم بها مركز إعلام وتنشيط شباب فيما يخص مختلف التظاهرات أو مختلف المناسبات، كذلك في مختلف الأنشطة كالسينما كالأدب والثقافة كالإعلام الآلي والإنترنت، بما أنها كانت في ذاك الوقت يعني وسيلة تكنولوجية جديدة كانت الشباب محتاج ومتعطش لها كثرة. كانت حقيقة وكانت غالية. كانت غالية يعني كان شباب ما كانت غالية كانت قليل اللي يقدر لذلك كان شباب يقصدكم اللي كانت لأن حاجة جديدة كانت الشباب يحب يطلع على الأمور للإنترنت. وانتم ما انتم ذاك الوقت ما كيف يقول لم تبخلوا ب لا ما كانت مفتوحة تقريبا وكانت تقريبا كانت مجانية للشباب ولا والله بأسعار ولا رمزية. كانت في بعض الأحيان أغلبية الأحيان كانت مجانية. وتخرجوا رجال أثبتوا يعني قدراتهم من بعد ذلك، كاين كيما نقولوا لحسن بطقة مثلا درب اللي هنا كان هذوك أغلبية اللي تكونوا تكونوا هنايا فيما يخص المسرح اللي كانت العروض المسرحية اللي كانت مقامة هنايا على مستوى اللي كانت سواء في الجمعية اللي كانت تقبل تاع الإنارة اللي كان قائم عليها فريد الأخضر حمينة كان هو رئيس الجمعية اللي كانت تنشط وعندها عدة جوائز وعدة نشاطات كانت تقوم في مجال سواء في مجال المسرح أو في مجال السينما. ومن بعدها خلقت جمعيات بعد في مجال المسرح اللي مثلا الجمعية اللي راهي ترأسها أحمد محواس تاع الكلمة أو جمعية الرسالة اللي راها لحسن بطقة ثاني يشرف عليها، وكانت هناك طاقات شاب سي أحمد محواس. سي أحمد محواس مازال هنا؟ مازال قد عنده هو هنا؟ الحقيقة يعني قديم بزاف. أنا ممكن نقولوا 30 سنة 40 سنة ولا أكثر، ممكن هو يقدر يعطيك الإكزاكت الفترة اللي راه تلقاها هنا.